محمد ابو العجب مسؤول شؤون الاشخاص ذوي الاعاقه بمحافظه سوهاج. النهارده انا مش هبدا حديثي عن اشخاص ذوي الاعاقه، ولكن هنبدا حديثنا عن ما تم في اهم حدث في مصر، المؤتمر الاقتصادي، وما ورد فيه من توصيات عظيمه تهم جميع المواطنين وطبعا منهم الاشخاص ذوي الاعاقه، وكلمه فخامه الرئيس التي تضمنت كثير من المصارحه والمكاشفه للاحداث التي تجري، سواء احداث اقتصاديه وسياسيه، وكان منها صراحة حضرته الإعلان عن ما تم لصالح الفئات الأولى بالرعاية ومنها الأشخاص ذوي الإعاقة. سيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجرد ما تولى سيادة الحكم وأثناء إعادة وتنظيم وتخطيط الدولة المصرية، حدث وضع مظلة حماية للفئات الأولى بالرعاية والأشخاص ذوي الإعاقة. فإحنا لقينا قانون رقم 10، القانون العظيم الذي يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة، لقينا في قوانين قرارات الحماية المتضمنة تكافل الكرامة، توفير الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة، حمايتهم ورعايتهم في جميع مناحي الحياة. الدول المتقدمة عندما يتم بناءها في البداية تعاني كثيرا من المشكلات، ويجب وضع واتخاذ قرارات قد تصعب على الجميع، ولكن من أجل مستقبل الأجيال القادمة يتم اتخاذ القرارات القوية. ولكن في مصر مع اتخاذ هذه القرارات القوية كان هناك وضع ومظلة حماية لجميع الفئات الأولى بالرعاية ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة. فنجد في التعليم على سبيل المثال ومحافظة سوهاج مثالا، كنا من عدة سنوات كان لا يوجد على في تجربة التعليم ما يسمى بالدمج التعليمي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا العام عندنا عدة آلاف دخلة الدمج التعليمي. الأجهزة التعويضية والمعونات الحركية التي كان يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة تسلم بها بالألاف. المكان اللي احنا موجودين به حاليا به إتاحة مكانية ومعلوماتية، على يميننا في البزارات المخصصة اللي خصصتها محافظة سوهاج وهي جزء من الدولة المصرية، الاستعانة مع بالقيادات السياسية والتنفيذية التي تدعم الفئات الأولى بالرعاية وتنفذ خطة الرئيس. كلنا كأشخاص ذوي الإعاقة نوجه عظيم التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضعنا في منظومة حماية قوية تحمينا من أي تقلبات اقتصادية وسياسية. توجيهات سيادته بالتمثيل الإيجابي لأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصا في الدستور.